انا كلشي الاطباق اللي عندي ديال الحميه ماشي نقول لك الحميه اللي بالميه وانما ناقصه من داكشي كاع اللي غيضر بالصحه ديالي ناقصه ماشي عليا ليا ولوليداتي والاسره ديالي كلها. تبارك الله عليك. اذا هذا طبق ديال الحوت. الحوت في الفران عندنا كنشد ريجيم ياك حنان. ريجيم ريجي ولكن ياكلوا كل شيء ماشي المهم هو ما كيجيش ثقيل بحال الكسكواري في الطاجين او في هذا. اذا ناخذوا شهيوه ديال السمك في الفرن او الحوت في الفران. السرديل في الفران انا نعطيكم جوج ديال الطرق ما عندك الطريقه الاولى لا بقى الوقت نزيدك الطريقه وحده. واخا كنشدوا السرديل كنطحنوا نقيو ونحيدوا ليه القشره وكل شيء ونطحنوه. نطحنوه لا طريف ديال الشحمه ديال الكلوه ما كانش الشحمه ماشي مشكل كيجي زوين بلا شحمه. ونديروا ليه التحميره الكمون التحميره والكمون وشويه البزار والملحه ونعصر غير شويه الحامض وقياس معلقه تاع زيت العود. واختياري اللي بغى يدير بصله مشلضه يديرها اللي ما بغاش يدير بصله مشلضه ما يدير. انا بالنسبه لي شخصيا مع وليداتي ما كيبغيوش البصله الحوت ما كنديرهاش ليهم صافي كنخلطو. اذا درتي اسمحي لي حنان باش نعاود معاك غير بشويه درتي التحميره والكمون اللي بزار والملحه ومعلقه ديال زيت العود. ايه والبصله على حسب الذوق ديال كل سيده. ايه وعاديين درنا ديك المعلقه ديال زيت العود باش الكويرات كيجيونا مجموعين بحال الكويرات ديال الكفته. نعم حقاش الزيت كيجمع الحوت كيجي ملبد مع بعضياته. المهم علينا كنحطوا هاد الحشوه هنايا كنشدوا لعندنا كيلو تاع الحوت كنديروا معاه كيلو تاع البصله حتى الكيلو الارز. كنشدوا ديك البصله كنقطعوها دوار من احسن تكون البصله بيضاء كنشدوا البصله كنقطعوها دوار وكنديروها في مقله غارقه ولا طنجره. المهم انا كنديرها في طنجره حقاش عندي واحد الطنجره ما كتلصقش مزيانه كنديرها فيها كطيح بها الزيت كندير القياس معلقه تاع الزيت. إذا كتقطعي ديك البصله دوار شرائح دائريه. اييه وكنديرها في كتفرشي وكتفرشي بها لا كنسد عليها فوق البوطه وكنخليها تطيح كنقلب فيها حتى تطيح. منين تطيح كنجيب الطاوه ديال الفران كنفرش فيها ديك البصله. نعم وكندير عندي خبيزات صغيورين ديال الحوت كنديرهم نعمر الطاوه كلها من الفوق بهذاك الحوت غير كويرات هكا بحال ديال الكفته هما ديال الحوت. وصلتك الفكره مزيان فكره غزاله. المهم لا عاود زعما وصلتك الفكره كيف ما لا وصلت. انا نعاود نقول لك البصله تطيح لك يعني بحال كتقليها شويه كتحمريها كتطلق راسها كتاخذيها وعاد كتفرشيها في الطبق اللي غادي تدخلي الفران ودوك الكويرات اللي درتي ديال السردين كتبعصيهم هكا شويه بين يديك باش يجيوك بحال الخبيزات. اييه المهم علينا كنستفهم وكنشد ديك المطيشه الصغيوره. كل خويه ما بين الكويره والكويره كنحط مطيشه. المهم فيما بانت لي شي خويه كنحط كويره ديال المطيشه. نعم وكنشد نص حامضه وكنعصرها فوق من داك الحوت كله مطيشه وكل شيء وكنشد خويه تاع زيت العود وكندوزو من الفوق وكنخشيها في الفران. كنخشيها لتحت كتطيب كتبان لك كطلي على البصله كتلقاها تعسلات مع ديك التحيره اللي كنشحروها وكنديروها في الفران ما نعاودش لك كي كتجي رائعه رائعه. ما لا انا متاكده من المستمعات غاديين يجربوها وغاديين يعيطوا ويشكروني على هذه الوصفه هذه. اكيد اكيد انا شخصيا كنستهلك الحوت السرديل بزاف بهذه الطريقه. اييه لان غيجي غزال. الوليدات كياكلوا بهذه الطريقه كيجيهم احسن مع ديك المطيشه كتجي مشويه وكطلعي مازال فوق عاوتاني كيتحمر الحوت مزيان من الفوق وكتجي ديك البصيله طالقه ديك الدغميره ديالها كتوقف. غزاله. ناخذوا الطريقه الثانيه من عندك اخت حنان. الطريقه الثانيه عندك بحال الحوت مقلي السرديل مقلي. اييه غادي نشدو غادي نعمروه بلا ما نعاود نقول للعيالات راه كل وحده عارفه تبارك الله كيفاش كدير السردين المعمر. اييه المهم كتشدي ديري ربيع القزبر معدنوس اذا نشرملو ياك السيده تشرمل كل سيده تشرمل السردين مزيان وكتشديه كتعمري كديري وحده على وحده وعلى وحده وحده. المهم جوج ملاقين وكتستفيهم في الطاوه كتشدي الطاوه كدهنيها كتشدي معلقه زيت خوافي وكدهنيها بالشيته كلها. وكتستفي فيها داك السرديل كله وتجي حتى الفوق وديري خويه تاع زيت العود. المهم خويه تاع زيت العود عندي خدامه به في اي حاجه. اها اييه صافي وكتدخليه الفران كتخليه لتحت تاع يجي غزال كتستفي به طاب وكتطلعيه الفوق كيتحمر مزيان.
اقسم لك يمينا هاد الوصفه للدار تتحطط لكم اشتياج كيفاش طابت الفعلة مقليه في البوطه في المقله. تبارك الله عليك. وحنا كلينا السردين بطريقه صحيه، ما مقلي في الزيت ما فيهوش الفوائد ديالو ما والو، كلينا بالفوائد ديالو وزياده على ذلك ما فيهش الزيت. وهذا الشيء هاد الوصفه ماشي كنصح بها غير الناس اللي كيديروا الريجيم. وشكرا لك كثير كثير اخت حنان. قولي انت فينا بلاصه في الدار البيضاء؟ انا في مدينه سبات، انا جيت عندك في الاصوات. ايه وشتي.